عايز اسالك كمان على وضعنا، لانه كسرت الدنيا اه طبعا وعملت ترند كبير جدا جدا مع حبيبنا طبعا عدويه وكان طبعا محمد رمضان، طبعا عملتوا حاله حلوه جدا في الاغنيه. اه حلوة، اغنية جميلة جدا، ومحمد رمضان دمه خفيف وممثل طبعا يعني جامد ما شاء الله عليه، محمد مجتهد جدا، والاستاذ الكبير طبعا بقى يعني انا بينجح كل شهادتي يا طبعا حاجه ده بقى اي ده في حتة وبيربي تانية، وشهادتي وبيعمل حته مجروحة تانيه. بالنسبة لي يعني صحيح، كون انه تكون ابن عدويه ده ده مسؤوليه شرف، كبيره ده جدا اكبر شرف جدا في جدا حياتي. ليك، اه لكن طبعا انت قدرت انك تخلق لون ليك الحمد خاص لله بيك الحمد مختلف، لله، تخلي الناس تحبك وتستناك وتسمع اغانيك. ما ده لازم يعني اه لازم يبقى ليكي قالب وليكي شخصية عشان الناس تروح لك يعني. احنا بنتمنى لك كل التوفيق النهارده في ربنا الحفله، يخليك، ونفسي اطول معاكي اطول من كده ونتكلم ونشرح حاجات، هتستمتع في بس الحفله ان اكيد شاء الله. هنتقابل تاني. ان شاء الله.